بما اننا نتحدث عن عظمه الزمالك هذا الموسم فنتحدث ايضا الان هاتفيا مع اسطوره نادي الزمالك الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق مليون مبروك، فوز مستحق للزمالك بالدوري هذا الموسم. الله يبارك فيك يا كريم، الله يبارك فيك ومبروك للزمالك قويه ولاعبي الزمالك ولاداره النادي والجهاز الفني وكل محبين الزمالك. الدوري ده كان صعب جدا يا كابتن فاروق بكل الظروف اللي حاطت بنادي الزمالك، دوري قد يبدو في بدايته انه مستحيل يفوز بيه نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك بيعمل المستحيل فعلا ويفوز بالدوري في النهايه. يعني الزمالك السنه دي يمكن في الاربع شهور الاخيره اللي جم فيهم بريره اتغير شكل النادي بشكل كبير جدا في طريقه اللعب، في الدافع النفسي والمعنوي والفني والتكتيكي للفرقه بشكل كبير. صحيح. الزمالك قدم اخر اربع خمس شهور اللي فاتوا دولت كوره ما فيش اثنين يختلفوا في مصر ان النادي الزمالك هو افضل ما يقدم الكوره، افضل مجموعه لعيبه، مع مدرب على مستوى عالي، مع قطاع او عايز اقول الشباب كمان دعموا الفرقه بشكل كبير. كانش كل حاجه وفي استقرار بقى. نتكلم على استقرار اداري، استقرار فني، استقرار اللعيبه، اللعيبه بقى عندها طموح وعارفه هي رايحه فين وبتلعب لايه. ودي كانت كلها عوامل، دايما البطل اللي عايز يوصل لحاجه يبقى شايفها يقرب منها كل شويه. صحيح. يمكن الزمالك كان امبارح او يعني كان التحضير لبكره بشكل كبير جدا، لكن النهارده النتيجه فيوتشر مع بيراميدز انهيت الموضوع، خليت اللعيبه هتبقى اهدى اعصابا، يلعبوا كره بقى متعه وما فيهاش تنشانه وخلاص هو بطل الدوري. فبكره ان شاء الله المجموعه اللي هتبدا المباراه تمتع الجماهير الزمالك وجماهير الكوره. الزمالك افضل فرقه بتلعب كوره دلوقتي في الدوري. يعني في مجموعه من الفرق، لكن الزمالك يبقى تفوق على كل الفرق. وخلي بالك ان الزمالك كل الفرق الكبيره اللي قابلته الزمالك كسبهم السنه دي. النهارده الزمالك بيعبر عن نفسه بشكل محترم جدا. صح. سواء اللعيبه سواء الجهاز الفني بتاعهم بيشتغل معاهم راجل خبير عنده فكر، بيقدر يطور الاداء، بيقدر يعمل تغييرات، بيقدر يعمل تشكيله معينه، طرق لعبه معينه. فيعني انا بقول للنادي مبروك، اقول لجماهير الزمالك نمره واحد، مبروك عليكم الدوري، مبروك عليكم الكاس، ان شاء الله الزمالك يستمر في الاداء بالشكل ده، ان شاء الله اللي جاي احسن لنا الزمالك. ايه اللي عمله فريرة كابتن فاروق؟ انا بتكلم دلوقتي بقى مع راجل خبير برضه فنيا، ايه اللي عمله فريرة حول الزمالك تماما؟ يعني الظروف اللي جه فيها فريرة كان اصلا جماهير نادي الزمالك متاهبه انه فريرة الموسم ده ممكن ما يعملش حاجه ونستنى الموسم الجاي نشوفه، ايه اللي عمله فريرة عشان يغير شكل الفريق بالمنظر ده؟ الجراءه بقى، هو كان عنده الجراءه، شجاعه والقرار، دول كانوا اصحاب تغيير مفاهيم الكوره في نادي الزمالك. نادي الزمالك كان بيعتمد على مجموعه من اللعيبه، وما كانش حد يقدر يقول للنادي الزمالك يقدر يلعب من غير طارق حامد، نادي الزمالك ما يقدرش يلعب من غير مثلا بن شرقي، ما يقدرش يلعب من غير ساسي. لا، الراجل كان عنده من الشجاعه وكان صاحب قرار. صح. ان اللي عايز يبقى موجود في نادي الزمالك هيلعب، اللي مش عايز يبقى موجود، والاداره ساعدته في كده. يعني الاداره كان ليها دور ان تساعده ان هو يبتدي يعتمد على اللعيبه الصغيرين مع اللعيبه اللي هي عايزه تلعب في الفريق الاول، كانوا عايزين يلعبوا. زي كان في لعيبه ما كانتش بتلعب فخدت فرصه اللعب، بدا يركز مع اللعيبه. الراجل يعني عنده مدرسه، اللي عايز يلعب يعني ينفذ اللي انا بقوله. يعني ودي مدرسه جديده، من الزمالك ما كانش كده. صحيح. من الزمالك كانت دايما الخلافات، اللعيبه بيبقى ليها وجهات نظر تختلف عن المدرب. صحيح. وخلي بالك الاهم حاجه حد بيتكلم فيها خالص، ان نادي الزمالك غير مستر كارتيرون وجاب فيريرا، ده في نص الموسم. صحيح. في العرف الناس ده غلط، ده ما ينفعش ده، لكن الراجل ده انا بقى مفاهيم تانية. طالما في شخصيه قويه هتيجي وتنظم واللعيبه تحترمها واللعيبه تسمع كلامها، واللي مش هيسمع الكلام مش هيلعب، واللي مش عاجبه طريقه اللعب خلاص هو حر. عمل مدرسه جديده، وانا شايف ان ده نجح بشكل كبير. انت عارف يا كابتن فاروق، انت عارف يا كابتن فاروق اللي غيره كمان من مفاهيمنا، انه دايما كنا نقول بلاش تلعب بلعيبه صغيره في السن في ظروف صعبه عشان ما تحرقهمش. هو لاعب اللعيبه في ظروف صعبه جدا وخلاهم نجوم دلوقتي. ما دي الجراءه اللي انا بقول لك عليها. يعني الجراءه اللي انا بقول لك عليها اللي هو بيعمله ما حدش يقدر يعمله. صحيح. الا اذا كان حد واثق في نفسه، واثق في اللعيبه، واثق في يعني زي يقول لك ايه يعني التوفيق. هو بيشتغل على ان انا هلعب باللعيبه دي وانا بتحدى وانا براهن على اللعيبه دي، ويقعد يتكلم معاهم على فكره في المحاضرات. صحيح.
واللعيبه وصلت لمرحله ان هي بقت ما تقلش على اللعيبه الكبيره. نشوف الزمالك سرعه الاداء، الكره اللي بتتحرك بشكل كبير جدا، اللعيبه وانت بتدافع بكل اللعيبه، وانت بتهاجم بكل اللعيبه. دي مدرسه جديده. مظبوط. احنا كنا زمان نقعد نقول بنلعب 4-3-2-1 4-2-3-1 كل هو جه غير طريقه اللعب. الزمالك النهارده بيلعب ب3-4، يعني بيلعب ب3-4 في نص الملعب، وبيلعب ب3 قدامهم مهاجم صريح واثنين على الاطراف، وعارف كل واحد عارف دوره. ودي اهم حاجه، ان انت تبقى في نازل الملعب عارف دورك ايه. صحيح. وانت معاك الكوره هتشتغل ازاي، انت ما معاكش الكوره هتشتغل ازاي. فالمفاهيم هنا اتغيرت بتاعه اللعيبه، ودي نجاح من الراجل يعني بامانه جدا، يعني ان الراجل كان ليه دور فعال مع النادي في طريقه اللعب، ثقافه الاداء بتاعه اللعيبه، طور من اللعيبه بشكل كبير، يعني الاولاد الصغيرين اتطوروا بشكل كبير. فنادي الزمالك النهارده ما بقاش كمان هو عامل حاجه جديده، بيقول السنه الجايه عايز 25 لعيب بس يشتغلوا معايا في الملعب، مش عايز زحمه. يعني معنى كده ان هو شغال عارف عايز ايه وبيعمل ايه، وعارف اللعيبه اللي هتقعد مين واللعيبه اللي هتمشي مين. ونادي الزمالك ما تاثرش باي لعيب من اللي مشوا، طبعا اللعيبه اللي مشوا لعيبه محترمه ولعيبه كويسه، لكن هو بقى بيدي درس ثاني بقى، ان انا هخلي اللعيبه الصغيره دي تلعب، اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب هتلعب وتاخد وقتها، اللعيبه اللي انا مش محتاجها همشيها بالاتفاق مع الاداره. ودي حاجه جديده في نادي الزمالك يعني ان شاء الله. في حاجه مهمه كمان يا كابتن فاروق بعد اذنك لو حضرتك تكلمني فيها، انه زمان كان مثلا انه الجماهير احيانا تضغط على ادارات نادي الزمالك للتجديد لاعبين، الابقاء على لاعبين، الان جماهير نادي الزمالك كمان بقت داعمه لقرارات الاداره ضد اي لاعب كبير، ومش فارق معاها اللاعبين، فارق معاها اسم نادي الزمالك. ودي حاجه مش هقول جديده بس ما كانتش بتحصل كتير، لكن جماهير الزمالك السنه دي كمان كان ليها دور في الدعم، دعم كل الظروف ديت كانت داعمه طول الوقت. يعني طبعا هو يعني برضك الجماهير خلي بالك في الفتره الاخيره الجماهير عندها حس اللاعب وحس الاداره وحس المدرب، وجودهم مع اللعيبه وتشجيع اللعيبه وتنادي على اللعيبه بالاسم وتنادي على المدرب. دي مدرسه جديده حتى في التشجيع، وكان جماهير نادي الزمالك كان ليها دور ايجابي كبير جدا مع في الفتره اللي فاتت، والاداره كانت مسهله لهم الانتقال وبيروحوا بالاتوبيسات. حاجه ثانيه يعني عارف برضك بتتكلم في حاجه احنا ما كناش متعودين عليها لغايه السنه اللي فاتت. السنه دي احنا شايفين الزمالك جديد في كل حاجه، فانا اتمنى ان شاء الله الاستمرار. دايما البطل يبحث على البطوله من الاستمرار، عشان تقول بطل لازم تاخد بطولات كتير ورا بعض. بتجيلي الفرصه الكبيره اللي نادي الزمالك يقدر ياخد فيها بطولات كتير. صحيح. اللي عنده لعيبه كويسه، عنده اداره مستقره، عنده جهاز فني كويس، عنده قطاع ناشئين كويس، هي دي الفرصه اللي نادي الزمالك يقدر يضخ الفريق الاول بلعيبه كويسه، يقدر يستقر فنيا واداريا بشكل كبير مع الفرقه، يشتري احتياجات الفرقه بس. وما حدش يتدخل في الشراء، يعني ما تجيبليش ما تقوليش ده وكيل ولا ده بيعرض لعيب، لا احنا عايزين اللي احنا محتاجينه. طبعا الراجل عينه موجوده على كل الفرق اللي موجوده في الدوري. صحيح. فانا اعتقد ان هو هيبقى حتى ما بيحتاج حد، بيحتاج للمركز ما بيحتاج. طب بنظرتك كده يا كابتن فاروق، الزمالك محتاج كام لاعب دعم الموسم اللي جاي؟ انا محتاج للمراكز، مش محتاج للاسامي. ولازم يبقى ده المبدا اللي موجود. ايه المراكز؟ يعني انا عايز المركزي ده، عايز المركز ده لعيب كويس فيه خلاص، ما فيش حد يعرض لي بقى يقول لي ده ممكن ده يلعب لك في مركز واثنين وثلاثه، لا. انت مش هتلاقي واحد زي زيزو ثاني، مش هتلاقي واحد زي امام عاشور ثاني. اللعيبه دي اللي هي بتلعب في اكتر من مركز. صحيح. انت بتعتمد عليها بشكل كبير، وبعدين انت عايز نفس المدرسه دي بقى تحقق لك الاهداف، يبقى انت عندك لعيب انت بقى عودته ودربته وعارف وخليته بيحب المكان اللي بيلعب، كل مكان بيلعب فيه هو بيحبه، ما بتحطوش في مكان غصب عنه وبعدين يطلع مبرر قال لا انا من المكان ده مش بتاعي انا مش قادر ادي فيه. لا، تدريب الراجل وشغل الراجل وتحفيز الراجل وتحضيرهم في التدريبات. انا شايف الزمالك السنه دي، انا في التحضير كمان، يمكن انا في الاستوديو بقعد اقول بص بيحضر ازاي. الكورنر، الكرات الثابته اللي على الزمالك، ال 10 لعيبه في حارس المرمى هو 18. صح. والانتقال من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه، لو انت مسكت اهداف نادي الزمالك هتلاقي المهاره والسرعه هي القرار اللي بيخلص المباريات كلها، كل المباريات بتاعت نادي الزمالك هي سرعه الاداء. نادي الزمالك بيعمل لك مفاجاه في اول 25 دقيقه، لازم تجيب هدف.
السبع ثمان ماتشات الاخيره. صح. دي مدرسه جديده. صحيح. يعني المدرسه مستنى انا فرقه قويه حتى في اي وقت، لا انا عايز اخلص المباراه وخلي الفرقه اللي بتدافع دي تهاجمني عشان يبقى عندي مساحات اشتغل عليها، واللعيبه تبني المهاره بتاعتها، تبني السرعه بتاعتها، الدقه في التمرير. صحيح. الدقه في الاستلام. صحيح. فالراجل بيحط مدرسه جديده للزمالك ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. صحيح. كابتن الكبير كابتن فاروق جعفر اسطوره نادي الزمالك، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وما زالت الاحتفال بنادي او ما زال الاحتفال بنادي الزمالك مستمر عن كل استحقاق وجداره.